فرصة لشبابنا العربي من خلال برنامج بيت للكل ومن خلال القنوات الأربعة في العراق والأردن وسوريا وفلسطين اللي ما بيعرفوه عن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني انهم يعرفوا المزيد عنه من خلال هذا التقرير. بحقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة والعودة إلى دياره التي أبعد منها قسرا وبقوة البطش وجنون الأسطورة. تقود السفارات الفلسطينية والجاليات العربية والأحزاب والمنظمات الدولية الصديقة وكذلك منابر الأمم المتحدة هذا التضامن السياسي الثابت الذي يراكم لقضيتنا من الأصدقاء أجيالا تنضم إلى مسيرة التحرير المقدسة الطويلة.